السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مهم جدا، فيديو مهم لأي حد بياكل، يعني بياكل وبيحب الأكل يكون مظبوط ويكون صحي. السمنة البلدي النهاردة احنا هنتكلم على السمنة البلدي والمخبوزات. طبعا السمنة البلدي احنا عملنا التجربة في قلب الفيديو وانت هتشوفوها، ان احنا جبنا القشطة، جبناها من على الحليب وسيحناها بطريقة معينة وبالرج وكلام حاجات كده أول مرة نعملها. وفي تاني الزبده ديت احنا اشتريناها، الزبده دي اشتريناها اللي هي التانيه دي اللي هي دي السمنه البلدي ودي الزبده. اشترينا الزبده ديت وعملناها بطريقه برضو اللي احنا بنحل بها السمنه البلدي. ورايي فيها انا راينا هتسمعوه وانا باكل دلوقتي. بعد ما تشوفوا الفيديو هرجع لكم تاني واقول لكم واكلمكم واقول لكم رايي ايه في الفيديو. خشوا شوفوا الفيديو ونرجع لكم تاني. فيديو مفيد، فيديو مهم جدا، مهم ان انت تسمعه، مهم لأي حد بيطبخ يسمع الفيديو ده. خليكم معانا وخش شوف الفيديو ورجعوا لي تاني. ديت القشطة اللي احنا محوشينها بناخدها من على وش اللبن، بنغلي اللبن عشان الناس اللي بره مصر، بنغلي اللبن والحليب يقوم داخل التلاجة ليلة او ليلتين ونقوم قشطين القشطة من عليها. فهي دي القشطة. خليكم معانا، احنا رايحين دلوقتي نعمل فيها شغل علشان نحولها نشيلها نطلع منها السمنة البلدي والكلام ده. خليكم معايا. ديت طبعا ده العجان، خلي بالكم معايا، ده العجان هناخد القشطة فيه. خلاص نحط القشطه فيها اهو زي ما انتم شايفين كده. احنا عايزين ايه من احنا هنشوف الوقت هنعمل ايه. احنا عايزين نفصل جزء من الميه علشان نسيحها بقى بعد كده ونشوف هنعمل فيها ايه. هننزل اهوت بالعجان كده. تمام بقى كده، شوفوا بقى كل ما تبدا تجمد كل ما ايه ما تبدأ تفصل كل ما احنا هنشغل كمان لسه، كل ما تبدأ تجمد كل ما تفصل. شايفين منظرها بقى عامل ازاي؟ المية بدأت تفصل اهي، المية بدأت تفصل اهي. شوفوا المية، مية كتير قوي نزلت يا جماعة، فصلت من القشطه. ميه يعني ده ميه فصلت من القشطه، يعني هي اللبن غايب كده. شوفوا اهو، اهو نزلنا دول كلهم منهم اهو. شوفوا لسه هنكمل بقى ونشيل الباقي. بننزل اهو، شايفين اسمه اهو، شوفوا شايفين اهو متعلق اهو في السلاح. انزل يا حاج اهو، شايفين نزلت اهي، شايفين بقى بقت عامله ازاي. هيك برضه نشوف لغايه ما ننزل المايه اللي فيه خالص كده. دي خلاص بقى كده، كده دي خلاص بقى نبدا نشوف بقى نعمل فيها ايه. شوفوا بقى احنا عملناها كده كور، هنعملها كور كده. لو انت مش هتسيحها دلوقتي، المفروض دلوقتي انت تاخدها وتحطها على النار. لو انت مش هتحطها على النار حطها كور كده وحطها في ايه؟ في الثلاجه تاني، في الفريزر، او في الفريزر، في الفريزر لغايه ما تسيح مره واحده، لغايه ما تسيحها يعني مره واحده كميه. خليكم بقى معانا ما نشوف هنعمل ايه اهو. طبعا العامله دي بتفرق جامد قوي في انك تجيب القشطه كده من غير ما تشيل منها حاجه وتحطها على النار. بتاخد وقت كبير جدا، ممكن تاخد لها 3 ساعات مثلا، شويه دول كده ممكن هتاخد وقت اكتر اقل بكتير. ده بديل التورتيلا يا جماعه، العيش اللي هو التورتيلا ده غالي جدا. فاحنا ده عيش اسمر وكتان وايه كمان؟ دي اسمر وشوفان، دي اسمر وشوفان وبذر كتان حطيته النهارده، وبذر كتان حطيناه النهارده. عاملينه ازاي بقى؟ عجناه بهارات، وبنعجنه بهارات بقى. انا حطيت توم بودره، توم بودره، توم بودره وشويه خميره وشويه دقيق ابيض صغيرين قوي. انا حاطه معلقه في كله. تمام تمام، وهي
مش ميه بقى، وفي ميه واحده زي 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 الكريب كده، وبنعمله كده بقى او ملح. خليكم بقى معايا، قلبناه اهوت بقى رغيف، رغيف جميل ما شاء الله. اخدناه اهوت خلاص دولت وحطناهم على النار اهوت يا جماعه، وخليكم معانا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. معلقه خميره، حطينا معلقه خميره كمان، يعني حطينا معلقتين خميره، شويه سكر، شويه سكر كده، معلقتين دقيق كده، هقلب كده. ده السائل اللي طلع من القشطه اهوت، هنزوده، بنزود نص الكوبايه دي بنزودها ميه دافيه من ميه دافيه مش سخنه عشان ما تبوظش العجين. هنحطها عشان الخميره، خلاص اهي بدات تسيح اهي، خليكم معايا ما تسيبوهاش، ما حدش يسيب دي ويمشي، وتبقى نار مش عاليه قوي يعني، اهو معتدله كده، هدي تفضل كده في ايدك فيها على طول. خلي بقى الخميره كده كده، غطاها بقى اي حاجه كده، نغطيها بيه كده اهو. دي بقى زبده شاريينها بقري، شاريينها اختي شاريها لي، خلاص دي زبده بقري مشريه، وتقريبا وما هي معموله مخضوضه كده، الخلطه اللي احنا عملناها في الخلاط دي. شايفين؟ شايفين؟ ماشي، ما فيهاش ميه. اه بنقلب اهو فيها، ركزوا معايا يا جماعه. جبنا حله ثانيه خالص اهي، صيحها فيها. دي زبده بقري مش جاموسي زي الثانيه، جاموسي اهي. ده في الثانيه. اه دي مخضوضه زي ما الحاجه بتقول كده، زي اللي معموله في الثانيه، ماشي؟ اهي. نشال منها. الحاجات ديت صحيه في البيت. وارخص من الزيت ومن من السمنه. اوعى تجيب، انا عمرنا ما جبنا السمنه النباتي اللي انا عملت عنها فيديو هيات منه يوم. خليكم معايا. شوف بقى دي منظرها بقى عامل ازاي ما شاء الله. اهو شفتوا بقى، دي القشطه الجاموسي اللي على الشمال دي، ودي البقري اللي لسه هنسيحها اهوت، حطيناها على النار. خليكم بس معايا عشان ما تتوهوش مني، يعني دي البقري اللي احنا شارينها، ودي اللي احنا عاملينها من البيت من القشطه اللي احنا ايه عاملينها. دي هيتحطت على النار اهيت، خليكم معايا بس عشان تشوفها شويه بشويه كده. مش عارف شكلها كده. التانية بقى الجاموسة عاملة ازاي؟ طبعا دي انا أول مرة نشتري الزبدة ونعملها كده، يعني أول مرة نشتري اللي هي البلد اللي هي المشرية دي، أول مرة نشتريها ونشوف، ربنا يسترها وتطلع كويس. والجاموسة دي بدأت الخير يبان فيها ازاي؟ أهو الصلاة على النبي. شايفين دي بقت عاملة ازاي؟ شوف دي بقت عاملة ازاي؟ السمنة ما شاء الله كتير والعجوزة قليلة جدا. اللهم صل على النبي. وديت التانية، دي التانية أنا بصراحة مش عارف ليه مش مبسوط من الثانيه قوي، هنشوف النتيجه في الاخر كده. ده بقى هنحط في ديت شويه ملح كده، بس اللهم صل على النبي. شوف الخميره بقت عامله ازاي، حاجه ما شاء الله، لازم الخميره حاجه جميله جميل. نفس الخلاط اهوت ما غسلناهوش عشان الحاجات دي هتدخل في العجين. هنحط بقى الدقيق اهوت، شويه دقيق كده، هنحط بقى الدقيق كمان اهو، حطينا 3 كوبايات كده. هنحط الخميره، ما شاء الله الخميره حلوه قوي. هنعجن بقى شويه ملح بقى كده، شغل بقى كده اهو، حطينا. شايفين يا جماعه ما خدتش وقت، ما خدتش وقت، زي ما بكون جبت القشطه وحطيتها كده على طول. شوف ما شاء الله عامله ازاي ما شاء الله، لسه بقى لسه شغاله مع نفسها اهو. شوفوا لا دي بقى، دي بقى احنا شايفين، شوفوا العجوزه اهي، شايف العجوزه اه لسه الله. شوفوا شايفين المرطة بقى اللي زي ما بقول المصري تحمرت، احنا بنسميها هنا عجوزة، وهناك بيسموها مرطة في القاهرة واسكندرية وكده. طالما احمرت كده شكلها جميل. ننزل بقى السمنة اهوت، نفصلها نصفيها كده عشان العجوزة تبقى الوحيدة، السمنة تبقى الوحيدة. السمنة اهيت، اللهم صل على سيدك النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صل على النبي. شوية سمنة بقى، سمنة بلدي أصلية مش ملعوب فيها. أنا بقول لك اللي جوه دي قاعدة غماني مش مبسوط منها خالص. خليكم معانا، انت هتشوفوا النتيجه وهتقارنوا بينهم من بعض، يعني ده فيديو بقى مقارنات اهو. ده طبق العجوزه وعليه سمنه بلدي، دي مقبلات، مقبلات اللي ابويا كان بياكلها كده، ابويا كان بياكلها كده. ماشي اتلفت شويه، اللي هو العيش الصحي اللي احنا عملناه. نطبخ بقى الحاجات دي، دي لحمه مفرومه مشروم، وده مشروم، وتوم، بصل، فلفل، جمبري، كابوريا. شايفين ده ايه الاكل النهارده بتاع الناس اللي هم عاملين رجيم. عجينه اهي، سيبها بس تسيح شويه، غب البيض كده. شويه جبنه رومي حلوين اهو، غبنا البيض وحطينا عليه شويه الرومي اهوت. اللحمه وتوم اللحمه والجمبري والحاجات اللي احنا حطيناها، نزلنا بالبيض والجبنه اهوت. خليكم بقى معانا، مش هنعمل ايه كده
الباقي غيف عليها كده، سيبها على النار كده لغايه ما الحاجات تلزق فيه. دي بقى الايه، ده احلى طبق تاكله في حياتك. بس طبعا الكميه اللي عندنا مش كبيره، انما انا الزبده معكنينه دماغي، مش مبسوط منها الزبده لغايه الوقت ما لسه هنشوف. انا هبقى انا معاكم اهو علشان اقول لكم هيبقى نظامها ايه. بس انا ده ايه، ما اقدرش ان انا اقعد ودي بتتعمل قدامي كده وما اكلش منها. خلي بالك معايا، انا ما اقدرش يعني ما اقدرش ان انا اقعد كده ساكت وما اكلش من دي. شايف؟ شايف يا عم الحاج؟ شايف الجمال والحلاوه؟ الله بقى كان بيشرب دي كده. يلا بقى نروح نكمل الفيديو التاني. شوفوا يا جماعه الرمان، الرمان الجميل دوت يا جماعه، ده يتحط في الفريزر ويفضل معاك 6-7 شهور زي المانجا بالظبط. اوعى ما تحطوه. اه شوف طعم والله سكر. شايف؟ شايف؟ دي رابع كوبايه كلها النهارده بالشكل ده، حاجه جميله جدا. بس انا برضو لسه ما خلصناش السمنه الصفراء وانا حزين. الزبده الصفراء دي احنا مش عارفين هتبقى ايه بجد. هي تجربه، تجربه انت تحذروا منها. انت تعمل السمنه، تجيب اللبن الحليب وتعمل. خليك معايا بقى نروح نكمل شغلنا يا عم. دول صينيتين كده همت، عناهم زيت اهو. هنقسم العجينه دي نصين، هنفرد دي بقى كده. دي ده قسمناها على 3 مش 2. دي الزبده اهي اللي احنا شغلينها، شكلها كده هتنجح. السمنه ايه، السمنه بدات تطلع فوق اهيت، والعجوزه تحت اهو. بس هي غابت عشان ما اتعملتش في الخلاط زي ما احنا عملنا التاني. خليكم بقى معانا اما نشوفه نخلص هقول لكم. شويه الزبده همت التانيين بقى ديت اهي، طلع منها شويه دول. شوفوا بقى العجوزه بتاعتها صفرة، مش زي الجاموسي طبعا يا جماعه، بس هي مش، بس هي طلعت مش وحش، انما مش زي السمنه الجاموسي ابدا. السمنه هي دي سمنه بقى بقري الصفار ده، بس هي ما شاء الله يعني مش وحش. هي ما زي الجاموس عمره بتبقى زي الجاموس. تحطها جنب بعض كده، تاكل دي وتسيب دي. بنفردها اهو كده، لسه هنفرد شويه كمان. خليكم معايا من هنا اهو، زي عملناها بالزبده بقى اللي هي بالسمنه البقري يا جماعه. الفطير ما بحبش السمنه بلدي قوي يعني اهو. الزبده هما دايما الناس بتوع المحلات يقول لك بنعملها بزبده، زبده فرنساوي. ده دي زبده بلدي عال اهو. الزبده هي بندم بالزبده البلدي اللي هي البقري دي. دهنا اول ثانيه كده اهو، دهنا كده. خلي بالكم معايا كده بقى شكلها كده اهو، عملناها بالمنظر ده. نبرمها بقى كده، هنبرمها كده للاخر اهو. بنبرم اهو كده بقى، كده بقى طنافس الصينيه الشكل ده بقى. وهنرجع نفردها تاني، نسيبها تستريح شويه نرجع نفرد اهو يا جماعه. خلاص ده واحده ولسه باقي واحده كمان اهو. فردنا كده علبه التونه كده، تبقى التونه اهيت فردناها كده. عاملينها دي بالجاموس اهي علشان نشوف ايه الفرق، هيبقى الفرق والطعم هيبقى شكله عشان اقول لكم عليه. حط حته تونه كده، جبنه رومي ده بقى كده. شفتوا؟ شفتوا؟ ركزوا معايا. طوناها عليها كده، طوناها عليها كده. كوبايه عندك او طبصيه كده زي دي كده اهو، نحطها عليها كده خلاص، ونقوم قاطعين. يلا شايفين؟ طبعا جنب زميلتها. شايفين طلعت ازاي؟ شايف طلعت ازاي؟ قطايف. اللهم صل على سيدك النبي، اللهم صل على النبي. دي تاني مرة اهوت، هنسيبها تستريح شوية وبعدين ايه نسويها بقى. دي اتبرمت مرتين بنفس الطريقة يا جماعة عشان ما تتوهوش. لسه معانا اتنين تانيين هنعملهم. شوية قهوة كده. يخلوا المزاج يتعدل يعني. دوب بقى الشغل والله يا جماعة محتاج ان الواحد يفصل بالحاجات القمر دي. بس ده عمال سهيل. شايفين؟ شايف 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 الوش عامل ازاي؟ ماشي يا باشا، يعطيك العافيه. سكر خفيف، سكر مظبوط قوي قوي، خفيف خالص، حاجه بقى بحليب. يلا نروح نكمل بقى اللي احنا بنعمله. طبعا دي بالسمنه البلدي. الثانيه الاولانيه احنا عاملينها بالزبده اللي هي اللي احنا شاريينها وسيحناها كده.
خلاص بقى كده يعني ايه هنقف اخر مرة دي الاولانية خالص عشان ما تكونوش توت ونفردها بقى كده تمام وندخلها بقى الفرن نسيبها تسرع برضو تاني وندخلها الفرن. بيضة كده بيضة معلقة زبدة بقى كده من اللي احنا عاملينها معلقة زبدة اهو سمنه بلدي كده التوم تتمرطخ او عجوزه ما شاء الله البيض كده فلفل اسود شويه ملح بسم الله ما شاء الله 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 طبعا دي اللي على اليمين ديت الزبده دي الزبده خلاص اللي هي الباقي او اللي احنا شارينها ودي الجاموس اللي احنا ايه عاملين من القشطه ما شاء الله الصلاة على النبي كده قبل ما اكل قبل ما انا اكل قبل ما ابدا الاكل وادوق واقول لكم يا جماعه السمنه البلدي نمبر واحد طريقه السمنه اللي احنا بنعمل اللي احنا عملناها في الفيديو ان انت تجيب القشطه وترجها او ما تربهاش او ما اللي هي اللي عملناها في الخلاط يعني اللي انت تجيب اللبن في البيت وتاخد القشطه وتاخد القشطه وتعمل انا قايل الكلام ده في الفيديو مش عايز عشان مش عايز اطول عليكم انما التانية دي يا جماعة هو خاص لك أصلا التانية دي لسه ما دقتهاش أنا لسه ما دقتهاش لسه هدوقها دلوقتي وهقول لكم عليها برضو أنا دلوقتي حالا بس أنا عاوز أقول الخلاصة بتاعة اللي هي الحاجة المهمة إن أنا ما اشتريش السمنة دي بفلوس ودي بفلوس ما هو أرخص وأنضف ده أرخص وأنضف أيوه هو فيه شوية تعب بس حاجة لما احنا حاجة أنا بصراحة مش عارف هي دي إيه بالظبط انما انا يعني انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم هي هي سمنه يعني سمنه بقري ولا مش سمنه بقري هي وش لبن بقري انا هفتح طب استنى انا هفتح دلوقتي وهدوقها هي شخصيا اهو يا جماعه اهو بسم الله شايفين كده اهو ده علشان بس اقول لكم زي ما نكون بنعمل احسن حاجه نشتريها ايه اهو لا هي سمنه بقري هي سمنه بقى شوف معلش انا مش عارف ادوق كده عارف ان انت ما بتحبش الدهون دي هي سمنه بقى بس ماهيش عاجباني دي بقى هدوق دي بقى مختلف لا ما تقولش على سمنه بلدي بقى ما تقولش هي سمنه بقى ماشي انا قلت لا مش هي لا كلام مسالة مظبوط يا جماعه انا ما اجيبش دي خالص ولا اعملها ما اجيبش حاجه انا مش عارف مصدرها ايه دي اللي انا عايز اقوله لان موضوع السمنه ده خطير وغالي جدا وتروح تشتري الزبده بكامل بتشتري الفلاني الوقت طب ندوق دي بصوا انا عايز ادوق دي بقى جاي شوف جاي بقى بص بقى كده بالصلاه على النبي شوفوا كده يا مصايده شوفين انا كده شوف اهي سمنه اهي سمنه اهي دي سمنه اهي طعم تاني وحاجه تانيه تحطها على البقسبوسه طعم على المعمر طعم يا نهار ابيض اي حاجه طعم لا حرام شوفوا وهي غاليه بصوا يا جماعه لا 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 مصر خدي يا مصايله انا مصايله كده بقول لكم طعم يا حاجه خدي مني يا جماعه حاجه ثانيه شوفوا مصايله هتقول لي والله العظيم حاجه ثانيه خالص اقول لكم ايه بس تجربه هتاكلها كده حاجه تجربة مهمة جدا ان انتوا تعرفوها لازم تعرفوا التجربة دي لان احنا تعبنا في الفيديو ده عشان نوصل احنا كمان نعرف ليه اول مرة نجيب الاثنين دول مع بعض ونعملهم بالشكل ده واول مرة نجيب الزبدة دي احنا دايما بنعمل سمنة في البيت اختي اللي قالت لي خد واعمل ديت الكيلو
الكيلو من دي بمتين وخمسة من دي كيلو من دي وطلع منها مثلا ما طلعش كيلو منها. لا انا بشتري بمتين جنيه لما اشتري بمتين جنيه الحليب هيطلع لي كيلو سمنة ان شاء الله بالتجربة ممكن احسبها لك بالملي هيطلع لك كده صدقوني. والريش جميل قوي ريش جميل قوي قوي شفتيه. فانا عايز اطلع بقى من موديل السمنة. انا قلت لكم هو الخلاصة عشان تبقوا انتوا عارفين هاتوا الحليب من مكان من مصدر موثوق منه باي ثمن معلش باي فلوس. هات الحليب الجاموسي مش بقري هات الحليب بقى الجاموسي واعمله وسيبوني بقى ناكل بقى نشوف بقى ايه الحاجات الحلوه دي. انا عايز بس ادوق كمان اللي اهو المصايله قالت لي ايه الخبز ده طلع خفيف. شوف يا جماعه شوف بصوا عامل ازاي طلع خفيف توم واحد اه جميل جدا اللهم صل على النبي. شوف بقى ده هو لا انا عايز اعمله كده تاني. لا استنى بقى شوف بقى شوف بقى توم واخد واحده كده ممكن تتونه ده ثم بعيد عنه قوم هم بقى انت هفوت هفتم على بعض حط السمنة دي وتقوم بقى واخد العسل بقى كده معاه. شايف العسل عامل هك شايف الغموس شايف القمر عسل ابيض عادي ايه حطها في السمنة عادي. لا 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 مش هحطها انا خلاص خدت عايز تحط لنا العسل هنا كان عايز احط القشطه هي بتتاكل كده عامله ازاي السمنه مع العسل طبعا ده بيبقى ناعم شوف تجربه العسل والسمنه خلي بالكم العجوزه بتاعتها حتى جامد اه هو حاطط فيها ملح عشان يحفظها انما دي انا شاكك فيها اصلا وانا قلت لكم من اول الفيديو والله قلت الكلام في قلب الفيديو انا بشتغل انا شاكك فيه. طيب نشوف انا عايز اجرب بقى نخش بقى سيبنا من السمنه بقى واحنا قلنا عينينا شوف الورصه بقى اصلا الموتور حسن شايف ولا شايفني من هنا؟ اه شايف يا لف اللي احنا لفيناه فيها شويه اللف في الخزي في الخميره في العجن شويه اللف انت تفرق بيديك خفيه في العجين بيديك ايه بيديك عجين أيه. بيعمل لك عجين قط يا نهار ابيض مش مكلتني لا 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 خالص يا حاج يا نهار ابيض حاجه ايه يا عم الحاج انا قريب مش هبال سمفونيه حاجة دوقي حاجة قولي لي وشوية البيض بالتوم يا عم حاجة صعبة قوي ايه دي احنا تعبنا النهارده في الفيديو ده والله العظيم والله انا فصلت شوفوا العيش حلو قوي قوي نهار يا ان احنا بطلتها كم مرة دي بتعتقد فين حاجة عظيمة ما شاء الله مختلف اللهم صل على النبي ما شاء الله مختلف عن العجين اللي فات الفيديو طويل يا جماعه بس غصب عننا ده شغل جامد جدا شغل مجهود طبعا مش دي السنه اللي طلعوا ده طلع لسه الكميه جوه احنا بس ما عندناش برطمانات ازاي تعبناهم هنا في دول لا خبيز وتسيح سمنه في نفس اليوم يوم صعب قوي اه ده صعب ده المفروض يبقى يوم لوحده عجباني قوي قوي يا مصري قوي ودي انكت خلي بالك دي معموله بالسمنه البلد ودي معموله بالزبده خلي بالك طريقه اللف وحته السمنه اللي بتدهن بيها بتتقطع عايز انا عايز ادخل هنا بقى مصري بقى في دي المتونه دي افتحها وشوفها المتونه دي بقى عايز افتحها هنا بقى كده شوفوا بقى هنا شايفني شوفوا شوف يا ابويا شوف يا حبيب قلبي يا حلو يا نهار حاجة باتيه سهيلة جبانة شوفوا باتيه اه فكرتيني يا ام سهيلة مش خافين خديها مسميينه اسم كده خديها بعيدة بصوا يا جماعة فاكرين في عيد ميلاد سهيلة لما انا جبنا الباتيه سهيلة جايبة الباتيه بأرقام تقولي ده بالتونة وانا اكل ادور على التونة يا عم الحاج ما نشتاق التونة دي في قلبيه
دي بقى اللي بالتونة صحيح. دي 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 اللي بالتونة صحيح. شو عاملة ازاي؟ فخامة فخامة يا عام. لا حلو. أيوة الله. أيوة الله. اللهم صل على النبي. وخلي بالك ممكن اجود اهي اهي عم. اهي ابوي اهي انا والله ابويا كان بيشرب السمنه كده يا جماعه. الله الله يرحمك يا رب. كان بيشربها كده عظمه. شوف عامل ازاي شايفين يا جماعه الحلاوه. اعملوا الوصفه دي الوصفه دي. وشفت طريقه التقطيع لما كنا بنقطع البتاع بالبتاع الصغيره دي الازاز دي. اعمل بقى اشكال والوان بقى حجم واحد. دي فكره فكره فكره. والله يا جماعه يعني الفيديو بصراحه انا مستمتع بيه بس احنا تعبنا قوي في الفيديو ده. احنا خدنا وقت من الساعه 5 يجي 8 ساعات تدوم. اي والله خدنا وقت كبير. حلو قوي صدقني حلوة جدا. عاملة فيها ايه؟ ورقة كويس. تزل بديك يا مسؤول. وخير سؤال. بيحصل حاجات. دوال حبيب تبوه. دوال حلوة والنبي عشان بيه. لا انا مش هتاكل تاكل. لا والنبي تاكليك. عودي سؤالة دي. خلاص انا جنبها. ها؟ مش عاوزة؟ عاملة رجيل. سؤالة عاملة نظام. شفت الحاجات اللي عاملها في قلب الفيديو للأكل الجمبري والحاجات دي يا جماعة؟ اوعى تفوتوا الحاجات دي تشوفوها. جمبري ولحمة مع بعضهم. كابوريا و انت عيش تستثمر. انا كده بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. باذن الله مبسوط جدا بالفيديو ده. انا سعيد ان انا عملت اولا ده فيديوهين ده اربع فيديوهات في بعض. احسن حاجه نشتريها ايه؟ الشيشه اللي لها حليب وتسيحوا وتعملوا. انا قلت الكلام ده وشويه الرئيش الجمال دول اسمهم بنسموهم احنا في مصر رئيش. لما كل واحد ميت بيعملوا عليه حاجه اسمها رحمه اللي هي دي. بس صغيره شويه. شوفوا 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 يا جماعه شوفوا عامل ازاي. الله ينور. شايف شوف الجمال والطعامه. ودي ودي انا مش عايز اطول عليكم لان الفيديو طويل. وعايزكم تدعوا لي ان وتشيروا الفيديو ده. الفيديو ده مهم ان انتوا تشيروا الناس تشوفوا تعرفوا. اشوفكم بخير في فيديو جديد. السلام عليكم. اتغدى انا بقى اتغدى انا بقى لان انا تعبت. انا الست اللي واقفه دي تعبني والله. اهو اه خلاص. صلاه على النبي صلاه على النبي.